بعد أن استقر الأمر للمسلمين في المدينة بعد الهجرة، قابلت القائد وهو النبي صلى الله عليه وسلم مشكلة كبرى، وهي عدم امتلاك المهاجرين لمساكن تؤويهم وأموال يقتاتون منها. حينها بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، حيث جعل كل مهاجر يعيش مع أخيه من الأنصار، يقاسمه الدار والمأكل والمشرب، ليصبح كل اثنين من المهاجرين والأنصار إخوات أشقاء يعيشان على المحبة والإخلاص. هنا كان سعد بن الربيع رضي الله عنه من نصيب عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، وهو من أفضل الأنصار وأكرمهم. عاش عبد الرحمن بن عوف مع سعد بن الربيع في داره، يقاسمه الدار والمأكل والمشرب حتى ذلك اليوم. بعد أن فرغ عبد الرحمن بن عوف من الصلاة لحقه سعد بن الربيع: يا أخي عبد الرحمن، هذه داري، هي دارك، فاختر منها جانبا تعيش فيه يكون ملكا لك ولا يرد إلي أبدا، وهذا مالي، وهو يريه بساتينه الخضراء اليانعة، فاختر نصفها، وهاتان زوجتان فاختر أحسنهما أطلقها لتتزوجها. نظر عبد الرحمن بن عوف بهدوء تام إلى تلك البساتين وإلى سعد بن الربيع، ثم قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، فقد أكرمت وأحسنت، فأتم إحسانك. استغرب سعد بن الربيع من رد بن عوف وقال: أينقصك شيء يا أخي؟ قال: أجل، دلني على السوق. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من أحياها. النهاردة حلقة مهمة جدا 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 بعنوان الكسب الحلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. بصراحة أنا عندي يا مروان عنوان تاني: لقمة عيش، رزق حلال، عرق جبين. دي العناوين اللي احنا ابتدينا نفكر نحطها لحلقة النهاردة. بفضل الله سبحانه وتعالى في جمعية إنقاذ حياة الطفل، بجانب الدور الطبي اللي احنا بنقدر نقوم به في دعم المرضى، ابتدينا من 4-5 سنين نفكر في حتة توفير فرص عمل للمرأة المعيلة. أنا كانت تهمني المرأة المعيلة لسبب إن معظم الستات بالبلدي كده اللي بتبقاش في ايديها تعليم ولا صنع ولا اي حاجة بتشتغل في البيوت. الموضوع ده مرهق جدا صحيا، الست بتضطر تسيب بيتها وقت طويل وبتسيب عيالها، فبالتالي بدأنا نفكر في بدائل. البديل اللي احنا بدأنا نفكر فيه حاجة كده مرتبطة بالصناعات الصغيرة. ابتدينا نفكر في صناعة الصابون والمنظفات والديتول والدوني والشاور. وقتها جمعت أنا بصفتي دكتورة في الكيمياء، جمعت مجموعة من الحالات وابتديت أعلمهم، وابتديت أشوف أكتر واحدة فيهم بدأت تلقط الصنعة دي وبتبتدي تطلع لي منتج آمن على الجلد وفي نفس الوقت جودته عالية، واخترتها إن هي تقوم على الصناعة دي. الحالة دي عندي اسمها رباب، وعندها 6 عيال، عندها 5 بنات وولد، وهي القائمة على تربيتهم. بفضل الله احنا بقالنا 4-5 سنين هي بتصنع وبتورد ل4-5 محلات. ال4-5 محلات دول محلات منظفات ل4 أو 5 حالات لستات شايلين بيوتهم. وفي كمان ستات عندنا بيشتغلوا من البيت، زي ماجدة النهاردة بتشتغل من بيتها اللي بتراعي ولاد أختها. الفكرة ان يكون في الأسرة حد قادر على العمل، ونبتدي احنا ندعمه بحيث انه يشيل نفسه من غير مرمطة، بكرامة ومن غير امتهان. دي نقلة، يعني انا شايفة انها نقلة انسانية كبيرة جدا، بفضل الله قدرنا ننفذها. الحالة اللي بتصنع التحدي انها لا بتقرأ ولا بتكتب. يعني سبحان الله، انا كان عندي حوالي 10 حالات بعلمهم، الوحيدة اللي كانت لا بتقرأ ولا بتكتب هي أكتر واحدة نجحت إنها تطلع لي منتج جودته عالية جدا. ابتديت أعلمها بالألوان، ده كيميائيا برضو الناس اللي شغالة في الكيمياء هتبقى فاهمة كلامي. ابتديت أعلمها بالألوان عشان تقدر الأمور تبقى سهلة عليها. وبالفعل 4-5 سنين نجحنا في إن احنا نغطي حوالي
10 أسر، 5 فتحنا ليهم محلات، والخمسة التانيين شغالين من البيوت نتيجة إن عدد الأطفال كبير. النهاردة معانا مثالين لبنوتين قدروا يشتغلوا ويشقوا طريقهم في الحياة، واحدة بقالها سنتين والتانية بقالها 4 سنين، واحدة احنا معاها بقالنا سنتين والتانية لسه بأمر الله ربنا يدينا كده القدرة ان احنا نكمل معاها في اللي هي ابتدته. مشاهدي الكرام، دعونا نرحب أولا بضيوفنا في هذه الحلقة. الأستاذة ماجدة، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بحضرتك. الأستاذة أمل، أهلا وسهلا بحضرتك. الأستاذ زياد، أهلا وسهلا يا زياد، عامل إيه؟ الحمد لله. الحمد لله. والأستاذة سحر، عاملة إيه يا سحر؟ الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. إن شاء الله هنبدأ الحلقة النهاردة على طول مع الأستاذة ماجدة. أستاذة ماجدة، عايزة أسأل حضرتك سؤال. أنت حضرتك إزاي عرفتي جمعية إنقاذ حياة الطفل؟ أنا كنت شغالة، ف يعني واحدة قعدت تحكي معايا في الشغل. تمام. فقالت لي انت شغاله، حكيت لها على ظروفي اللي انا دول عيال اختي. تمام. امهم متوفي، ابوهم سابهم ومشي. تمام. فقالت لي طب بصي خدي رقم تليفون انا هوصلك لناس بتوع خير، يعني جمعيه. تمام. خير. تمام. فما وصلتني بجمعيه الخير ديت، فروحت انا ايه حكيت لهم شرحت لهم الظروف انا، قالوا لي ماشي احنا هنيجي لحضرتك نعمل لك بحث، ادينا العنوان بالظبط. تمام. اديتهم العنوان وجم فعلا، جم في الفعل ما عادوش كتير، يعني 3 4 ايام لقيتهم جايين. تمام. جم عند البيت، دخلوا عملوا بحث وشافوا حالتي. انا كنت قاعده مفيش فرشه مفيش حاجه. فصراحه يعني ربنا يبارك لها، الدكتوره امان طلبت منهم ان هي تقابلني. تمام. وقابلتني وحكيت لها على ظروفي، فهم جابوا لي يعني كل حاجه، جابوا لي ثلاجه وجابوا لي سرير وجابوا لي مرتبتين، جابوا لي فرشه وجابوا لي بطاطين، جابوا لي حاجات يعني ايه نركز في جزئيه الشغل. تمام. فجيت ايه بقى، قالت لي انت تقدري ان انت تشتغلي اديكي حاجات وتبيعيها وكده. قلت لها طيب انا ايه موافقه ان انا ايه اشتغل. قالت لي طيب انا هجيب لك ايه، هنجيب لك صابون وتيتول وداون. تمام. وكرور. تمام. قلت لها خلاص ماشي حاضر يا دكتوره. ففي الفعل جابت لي الحاجات ديت، ما كملتش حاجه فعلا، وجابت لي الحاجات دي بعتتها لي. طيب هنرجع للنقطة دي، بس عايز اسأل الدكتورة سؤال بعد اذن حضرتك. يعني ازاي حضرتك في الجمعية على اي اساس بتقبلوا الحالات دي في الجمعية؟ احنا في الجمعية ما بنديش في الغالب مساعدات مادية غير في اضيق الحدود. تمام. تدخلاتنا في الحاجات التقيلة جدا، يعني حالة طبية مكلفة ما يقدرش البيت يتحملها، رب الأسرة بيبتدي نحسب دخله كذا والمطلوب منه كذا، الحسابات دي بتقول ان احنا نتدخل. طيب لو في حد قادر على العمل في الأسرة دي بنبتدي ندعمه، لكن عشان ندي فلوس في ايد حد ده احنا ما بنحبوش، ده بيعلم بالبلدي كده الناس التواكل وتكبير الدماغ. فحد مشكله طبيه ثقيله نتدخل، حد قادر على العمل نبتدي نوفر فرصه عمل لده، ممكن من خلال الصناعات الصغيره اللي اقتصاد دول كتير قايم عليها وناجح، وممكن من خلال فرص بقى عمل مكتبيه على حسب المؤهل اللي احنا بنقابله في الاسره. تمام. عايز ارجع للاستاذه ماجده، يعني حضرتك حالتك ابتدت ازاي؟ يعني منين ابتديتي الحكايه؟ ان انت الحكايه ابتدت ان انا اختي وهي بتولد في البيت طبعا. تمام. اتوفت. نسفت. رحمها الله. نسفت وجينا ناخدها نروح بها الشاطبي لانها توفت في العربيه واحنا ماشيين. تمام. انا معلش انا هقف عند اللقطه دي، لان يعني الولاده في البيت اختها عندها 4 عيال، ده كان الرابع. كان مين؟ زياد ولا ياسين؟ الرابع. كان الرابع. داية ولادة في البيت، حصل مضاعفات، ابتدوا يتوجهوا للشاطبي، عبل ما وصلوا للشاطبي كان كمية الأم فقدت كمية دم كبيرة جدا، وبالتالي ما قدرتش تكمل. يا جماعة ما ينفعش في التوقيت ده في الألفية دي إن يبقى في الميكانيزم أو الطريقة دي في الولادة. الناس بتروح مستشفيات لأن العواقب ما بتبقاش كويسة. أدينا معانا خالة، هي ما اتجوزتش، ماجدة ما اتجوزتش، هي قاعدة على 4 عيال بتخدم فيهم وبتعلم فيهم وبتشتغل عليهم وشايلة كمان مامتها. كمل يا ماجدة. فجت بقى لما توفت أختي الله يرحمها، فجاء باباهم بقى سابهم ومشي، جات له زي تعب كده صدمة، سابهم ومشي. صدمة من اللي حصل. من اللي حصل. أيوه. فجت دلوقتي هم دلوقتي الأربعة ما لهمش حد غير ربنا وأنا. تمام. ما فيش حد بيسأل عليهم.
فجيت انا قلت انا لازم انا خلاص هم اتعلقوا في رقبتي اللي انا ايه اربيهم وكافح عليهم واعلمهم، تمام. اهم حاجه يتعلموا، لان انا ما اتعلمتش، ما لقيتش حد وداني ولا علمني، فانا بكافح عليهم عشان هم يتعلموا، عايزاهم يطلعوا حاجه حلوه يشتغلوا عشان يبقوا مثال حلو. بدأت في الصناعة دي. بدأت بقى في صناعه الصابون دي، للدكتوره جامعه انقاذ تمام. حياه طفل جابت يعني لي انت الصابون، القصة بتاعتك ابتدت من بعد وفاة اختي على اختك. طول. تمام تمام على طول. ابتديتي بقى، رحتي شغل وبعد كده انا وصلوك صراحه للمعهد. كنت ما بقدرش ان انا اشتغل واسيبهم، كنت بخاف عليهم جدا. تمام. اللي جه مشوار جامعه انقاذ حياه طفل صراحه وفرت لي ان انا ابيع صابون في بيتي في مكاني. فكرة الشغل من البيت دي فكرة مهمة جدا تمام. لأي أم عندها أطفال محتاجين مراعية، دي أعتقد إن حاجة إحنا بفضل الله نجحنا فيها. أمل عاملة إيه؟ مخضوضة ليه؟ طب ما تخضيش من فضلك. أمل عايزاكي تتكلمي عن نفسك وتعرفي نفسك. أمل مثال مشرف زي ماجدة كده، كفاح، بنت رجالة بمعنى أصح. قولي لي بقى قصتك إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي قمر سمير، انا من دمنهور اصلا. فانا والدي توفى في شهر 4 2016، قعد 6 شهور قافله على نفسي، مش بتكلم مع حد. جات لي فكره ان انا ابيع مناديل. جات لك ازاي؟ كفكره هاجس كده، ان انا بقى بيطردني كل شويه ان انا ابيع مناديل ابيع مناديل. قلت لاصحابي قالوا لي لا ما ينفعش، عيب وما ينفعش، وازاي وانت شكلك ومش البرستيج، شكلك ان انا ما ينفعش اروح ابيع مناديل. فانا حبيت ان انا اجرب واثبت للناس ان انا مش كل اللي هينزل يبيع مناديل هيبقى منظره مثلا وحش او تسول او حاجه زي دي. انت معاكي ايه الاول؟ انا معايا دبلوم فن صناعي قسم زخرفه. امل متعلمه ما شاء الله. كملي. بس جبت باكيتين، اول قبط معايا قبطت معاش بابا 230 جنيه. يعني راس المال اللي ابتديتي بيه 230 جنيه اول قبض بعد 6 شهور من المعاش. يعني الاب توفاه الله، بعد 6 شهور ابتدت الاسره اللي فيها بنتين، امل ليها اخت، الاخت دي منفصله وبتعول طفلين هي كمان، ابتدوا يصرفوا معاش بعد 6 شهور. برضو دي لقطه انا عايزه اوضحها، يعني ازاي اسره العائل بتاعها يتوفاه الله، فبالتالي انا ابتدي اصرف لهم اللي هيعيشوا بيه وهيتقوتوا بيه بعد 6 شهور. كملي. بس فكملت ان انا صممت ان انا انزل ابيع مناديل، هي كفكره، وانا صممت ان انا انزل. نزلتي فين؟ نزلت في دمنهور في نوقف عندنا، نزلت بعت باكيتين. قعدت السبت وحد، وبعد كده نزلت ان انا اسكندريه. رد فعل الناس في الموقف لما نزلتي؟ لا، ما شايفين ان انا بنت جدعه، بس على لقمة عيشي، باكل لقمة بالحلال. ان انا بدأت ان انا ابيع للمشاريع الميكروباص في هناك في الموقف، وبعت تالت يوم جات لي فكرة ان انا انزل اسكندرية. طب العقبات اللي قابلتك في بداية المشروع، ايه العقبات اللي قابلتك؟ والله يا استاذ مروان، الاول انا ما كانش في اي عواقب، يعني ما فيش، كان في الاول لا في ما فيش اي مشكلة. لا، نزلت واشتغلت في شارع ابو قير في اسكندرية. تمام. ونزلت وقفت في الاشارة. قعدت قد ايه؟ قعدت شغاله كتير، انا من 2016. تمام. من شهر 11 2016. تمام. اشتغلت، قعدت شغاله كل يوم بقى، كنت بروح معايا فضه كتير ومعايا فكه وخمسات وعشرات وحاجات من دي. اخواتي بقى لاحظوا ان انا بقى، يعني ايه ده انت بتجيبي فلوس دي ايه ده، ما طلعتش حتي؟ قلت لهم لا انا. كان في ايه اللي بيحركك، او الدافع اللي بيحركك، او ايه طموحك في التوقيت ده؟ عايزه اثبت للناس ان مش كل حد بيبيع مناديل في الشارع بيبقى تسول. يعني عايزه اللي هم فكره ان هم بيبيعوا مناديل دول ان هم بياخدوهم تسول. بالظبط. انا بنزل بلبسي نضيف بشكلي، يعني زي ما انا كده، بنزل اجيب باكيتين وبقف ابيعهم، اخلص شغلي اروح. كنت عايش انا وماما. قدرتي تغطي ايه؟ قدرت اغطي مصاريفنا في البيت، انا وماما وانا واخواتي، واختي مطلقه برضو كنت بزق في البيت، او كنت بزق معاهم في البيت وكده معيشه. اخواتي كلهم عرضوني الاول ان انا انزل اشتغل، ده كان عيب. اعمامك وخلانك وخالاتك، عيب، مش هينفع ان انت تنزلي بيع مناديل. فلما بدات ان انا يعني صممت على رايي ان انا هنزل، شجعني اخويا وقف بقى جنبي. بدا ان هو يعني يشجعني على الفكره، يتصل بمندوب يقول له انا عايز بضاعه الامل، عايزه اخليها تبقى كبيره تكبر. بدا مشروع يكبر واحده واحده. انا كنت طموحي ان انا اجيب غويشه. تمام. جبت 2. تمام. جيت اتخطبت، رحت بقى جبت الحاجه دي وديتها بقى عشان اجهز نفسي.
بعتي الغشتين يعني؟ اه عشان ابدا اجيب مثلا مفرشي، بطاطين، حاجات اللي انا بجيبها بجهز. تمام. في ظل ظروف ان انا خطيبي اصلا شغال في تشحيم عربيات، فظروفه الماديه ما يعني قلنا احنا نلم احنا الاثنين الدنيا. عنده شقته؟ لا لسه. اه هيبقى ايجار حديث. ايجار حديث. اه ماشي. دكتوره بعد اذن حضرتك، يعني انت شايفه الاصرار اللي موجود عندها؟ يعني بسم الله ما شاء الله عندها اصرار وعندها عزيمه، والكلمه اللي انت قلتيها مفيش تواكل. ايوه. انا عايز هي في الاصل الحاجه ام الاختراع. تمام تمام. انا لو انا محتاجه حاجه هبتدي اتصرف. هي عندها ازمه ماديه، المعاش واقف، الدنيا واقفه، هبتدي افكر. ومش عيب، مش عيب ان انا انزل وابيع واشتري التسع اعشار الربح في التجاره. ده مش ومش عيب اذا كنت راجل او ست. تسع اعشار الرزق في التجاره. معنا استاذ مروان شريعه اسلاميه. تمام. المجتمع حتى ما بيرفضش ده، لان امل ما اترفضتش من المجتمع. حتى المنطقة بتاعت مجدة برضو المجتمع ما رفضهاش، مع ان المفروض منطقة نوعا ما ريفية وحتة الشغل فيها يعني ممكن نقول انها مش مقبولة. لا اتقبلت، لانها في الاول وفي الاخر بتدور على لقمة حلال تغطي بيها مصاريفها ومصاريف جوازها ومصاريف عيالها ومصاريف اخواتها. كملي. بس نزلت بقى اشتغلت وكملت. راس مالك طلع ونزل، طلع ونزل. اه طلع وبقى بينزل، يعني كل ما يطلع مثلا 4-5 آلاف جنيه اروح نازله 600 جنيه. بدات ب 230 230 وصلتي ل 5000 جنيه. بسم الله ما شاء الله. بدات انا اجيب بضاعه، المندوب بنفسه بيرن عليا، امل يلا ننزل نجيب بضاعه. بكمل اجيب بضاعه وانزل اشتغل، بقف في الاشاره بتاعت سموحه، بقف في شارع مشير، بقف في شارع ابو قير، بوزع على المحلات، بنزل صلاح الدين، المنشيه، شارع شاكور، العطارين، بنزل اوزع في كل المناطق. ما شاء الله. طب انا عايز ارجع للاستاذه مجده. استاذه مجده انت من يعني بعد وفاه زوجتك، وفاه اختك، رحتي اشتغلتي في شغلانه ما، حد يعني وصلك لجمعيه. أيوة. انقاذ. بداتي ان انت تاخدي منهم الصابون وتوزعيه وانت في البيت. كان في مساعدات؟ حد بيساعدك؟ الاولاد بيساعدوكي؟ ايوه كان معايا سهر طبعا، كان بتعبي لي الصابون. تمام. ومعايا محمد، بس محمد ما جاش معانا النهارده، وياسين. محمد في سنه ستة، وسهر اولى اعدادي، وزياد في سنه رابعه، ومحمد وياسين ده الصغير في حضانه. ما شاء الله. ستة محمد. فالولاد بيساعدوكي؟ ايوه بتساعدني سهر طبعا، بتعمل معايا في البيت حاجات، اقول لها اعملي مثلا اكل، بتعمل بتروق للبيت يعني. بتروق للبيت. حد بقى سهر فرصه كده. سهر عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. نفسك تطلعي ايه؟ تخصص ايه ولا لسه؟ لسه مفيش رؤيه. بتساعدي خالتك ازاي؟ بساعدها في الصابون، بروحها يعني هي بتبيع صابون انا عندها في الازايز، وهي يعني الجيران لما بيجي يخبطوا وهي عايزه صابون بروح اودي لهم انا وماما. تمام. بساعدها في امور البيت. وذاكرتك عامله ايه؟ الحمد لله. درجاتك عامله ايه؟ الحمد لله. ايوه كام؟ من 100. درجاتها ايه؟ من مقبولين يعني ممتاز، جايبه درجات حلوه. بسم الله ما شاء الله. بتقولي كده في شهاده تقدير. بس للاسف هم نسوا يجيبوها معاهم النهارده. لا ممتازه في التعليم جدا سهر. الحمد لله. وبياخدوا دروس وبيروحوا مدرسه، والدنيا الدنيا ماشيه زي ما بيساعدوا، زي ما بيقدروا يشوفوا دنيتهم ودراستهم ودروسهم وناجحين. تمام. بعد كده وصلت ان انت تبيعي الصابون والولاد كانوا بيساعدوكي. المشروع بتاعك اخباره ايه؟ لا الحمد لله انا دلوقتي ببيع صابون الحمد لله. الناس رايهم ايه في المنتج؟ لا الصراحه اللي بيجي ياخد مني مره ما بيجي ياخد تاني وتالت، بيقول لي الصابون بتاعك حلو، التيتول حلو، الدون حلو، حاجات مركزه، حاجات حلوه ما شاء الله. غير اللي هم زي عندنا يعني بيبيعوا حاجات ايه بتبقى مغشوشه كده ومضروبه وملهاش ريحه. يعني بسم الله ما شاء الله، يعني ربيت زبون. دلوقتي هم صراحه عارفيني، دلوقتي هم بيجوا ياخدوا. حتى انا بروح بقول لهم في بيستنوا الطلبيه، لما بتيجي بقول لهم الطلبيه جت، يقولوا لي هاتي لي من كل نوع ازازه. بسم الله ما شاء الله. جودة المنتج بتدي نوع من المصداقية مع الوقت. المشروع دوت بيكبر وبيبتدي فيه زي ما بيقولوا مساحة عريضة من المستهلكين، يبتدوا يتواصلوا مع الحالة ويبتدوا يشتروا منها. بس كان عندي حالة في منطقة بكوس،
الاهالي المنطقه مسميين الصابون بتاعها رقم واحد، هم اللي سموه كده رقم واحد، احنا عايزين من الصابون رقم واحد اللي عندك. طيب انا عايز اسال حضرتك سؤال في النقطه دي، يعني انا بسم الله ما شاء الله بروح الجمعيه بشوف الريحه طالعه، الريحه طالعه من باب العماره تحت، عايز اشوف ايه يعني باعتمادك على في او اعتماد الست اللي انت علمتيها صناعه الصابون الخامات والكلام ده، يعني هو الخامات انا اللي بجيبها بحكم شغلي، بحكم شغلي وبحكم خبرتي انا اللي طيب بجيب افضل حاجه. استاذن حضرتك نطلع فاصل ونرجع لبعض تاني ان شاء الله. تنحني نفس السامية تطيب القناعة في يده ولا تنحني نفس السامية. أتتنا المواسم مثمرة وفاضت بأطيابها الآنية. مشاهدينا الكرام، رجعنا لحضراتكم مرة أخرى. دكتور إيمان، كنت بسأل حضرتك قبل الفاصل إن إحنا يعني إيه بتعتمدي على إيه في الخامات بتاعتك أو الأساسات اللي بتستخدميها؟ بص، احنا بنشتغل على اسس علميه بحته. بالظبط. يعني لو معانا حد من المشاهدين سمعنا شغالين في مثلا في الصابون على الاند بوينت، دي حاجه علميه بحته. ايه الاند بوينت عشان الناس بوينت عشان الناس يعني دي الحاجه اللي هتخلي رد فعل الصابون على الجلد امن جدا. تمام تمام. فبالتالي انا مع الوقت اسم الـ الحاله او المحل اللي عندي بيكبر ويبتدي يغطي على المنطقه كلها. ده كان لازم وكان مهم، ما ينفعش ان انا انزل الحالات بمشاريع الجوده مش كويسه او المصداقيه فيها كلام او ليه؟ لان انا عايزاه يكمل وعايزاه يكبر. يعني ماجده من حلمها ان هي تعمل في يوم من الايام محل، المحل ده يبقى مش منظفات النهارده وبس، لا منظفات وبقاله و فهي عشان تكبر لازم تربي بالبلدي كده زبون، صح كده؟ تمام. كنت قعدت معاكي قبل كده قلتي لي نفسي ايوه اكبر، ابيع اي حاجه، اجيب يعني اجيب بلاستيكات مع الصابون، ادوات فرش، مكانس، مساحات، اجيب بلاستيكات، اجيب يعني عايزه اكبر المشروع بحيث ان انا اقعد جنبيهم برضو وما اسيبهمش وامشي. تمام. امل طموحاتك، انت متوتره ليه؟ قدام المشاهدين كلهم اهو. متوتره ليه؟ في ايه؟ ولا حاجه. طيب طموحك ايه؟ نفسك في ايه؟ بتارجتي على ايه؟ انا نفسي حاجتين. عايزه شقه بتاعت الشباب، لان انا الاول قلت ان انا مخطوبه، انا مخطوبه وظروفي ان انا مش عايزه اجيب ايجار. او يعني عشان قتيل برضو ظروفه مش ملمه ان احنا نجيب حاجه ايجار وان احنا نجيب مصاريف ونور وموضوع الايجار ده يا جماعه كده. الايجار الحديث او الايجار الجديد ده مشكله لانه بياخد جزء كبير من الميزانيه اللي داخله للاسره شهريا. اكيد. فبالتالي يعني هو كبرنا النهارده لما حد بيجي يشتغل، لو الزوج والزوجه الطرفين اشتغلوا، ده لو شغالين بقى على قدهم ده الدخل 1000 1000 وشويه، وهنا الدخل 1000 1000 وشويه. لما 1000 يطلعوا منهم ايجار، طب الاكل والشرب والتعليم لو في بيبي بعد كده هيجي منين؟ او مصاريف البيبي وبعد كده لما يدخل مدرسه هيجي منين؟ ففعلا احنا محتاجين نتكلم كتير عن قصه الايجار الجديد والميزانيه اللي بيتم استهلاكها، ودي مشكله بيواجهها كل الشباب، وامل مثل من الشباب دوت. وعايزه ابدا لو حاجه كشك صغير انا يعني هبقى عارفه وملمه بالحاجه اللي فيه، مثلا ورقيات، فويل، حاجات من دي، انا بفهم في المجال ده، ومناديل وحاجات من دي، وهبدا ان انا اكبره. يعني هيبقى مشروع، هيبقى كشك، وانا هبدا اكبر المشروع لحد ما يبقى محل. تمام. انا مش عارفه رسميا موضوع الكشك ايه، يعني هي من حلمها انها تعمل كشك، واعتقد بيحتاج تراخيص. حاولتي حاولت بس انا عشان مش مسكن اسكندريه ما حدش واقف جنبي.
انا يعني في امكانيه مثلا ولا انا لو عملت اقامه وان انا انقل اسكندريه انا قاعده هنا في 45 اخد سكن. في الاعداد قالت لي القصه دي ان هي نقلت قرب مكان شغلها صح كده. عملتي الخطوه دي ازاي؟ انا قعدت 3 سنين رايحه جايه على القطر كل يوم رايحه جايه من دمنهور لاسكندريه. فانا يعني تعبت مشاوير رايح جاي فتعبت، فقررت اخر سنه هي السنه دي شهر 2 اللي فات اخدت ايجار كده مع نفسي قاعده لوحدك. إيه هسألك سؤال كده، مش بتخافي؟ إيه لا، انا من النوع اللي انا معتمد على نفسي والحمد لله، يعني عندي جراءة. احنا تعرفنا ازاي؟ احنا كنت بالجراءة دي صح؟ الجراءة دي انا كنت واقفة في هناك في اسكندرية في سموحة في شارع علي بن ابي طالب، واقفة هناك في الاشارة بتاع بيع المنازل. حضرتك عديتي وقفتي كلمتيني وكده، فبدأنا احنا نتعرف على بعض بقى اصحاب. هو في حاجه نفسي كلنا نعملها، انا دايما لما بشوف في الاشارات اطفال، تعالى يا ابني انت بتروح مدرسه ولا لا، انت فين ماما وبابا وساكن فين، هو ده شغلك بالنسبه للجمعيه كمان؟ لا بره الجمعيه ملهاش علاقه، بس بيلفت نظري البنات، عشان كده انا اتكلمت مع امل، وخاصه بنت هي لبسها نظيف تشتغل، يعني انت شايفاها ان هي لبسها نظيف نوعا ما، برضو هي بنت بنت واقفه لوحدها وفي شارع وساعات تبقى واقفه بالليل، ف ومعرضه ان حد يهني، ومعرضه ان حد يهني، واتقابلت كتير قوي حد هني. ما انا سالت حضرتك سؤال، ايه العقبات اللي واجهتك في الاول؟ العقبات يا دكتور مروان ان انا يعني الاول في تحفيز 99% بيشجعوني ان انا اكمل. تمام. كملي ان انت اجدع من 100 راجل قاعد على القهوه بالظبط، او اجدع من شباب كتير قوي قاعده مش لاقيه شغل. تمام. مش قادرين يعملوا حاجه. الاساءه بقى ان انا اخدتها وقابلتها ان ناس كتير قوي مفكرين ان اللي هو في الشارع دي بتبقى بني ادمه سهله، ان هي مفهوم تروح مع اي حد، وده تعرضت له كتير قوي. تمام. بس انا لو واحد انا ماشيه انا هبقى سكتي مثلا مش مظبوطه، مش هقف وقفه زي دي في الشارع. مش اللي بيبيعوا لوحدهم في الشارع عمل المعرض بالفعل، انت اجدع من 100 راجل. مش اللي بيبيعوا لوحدهم، يعني مش عشان انت واقفه في الشارع اتعرضتي لمواقف بايخه، في ناس كل اللي بيبقى ماشي في الشارع. لا دكتور، بس اغلبيه اللي بيبقوا في المناديل في الشارع بيبقى منديل صغير، بيبقى تسول اغلبيتهم، بيبقى كده لبسهم وبشل وحاجات صعبه. أيوة بس يعني انت وجهه تانية. انا بابا انزل نظيفه، شكلي نظيف، لبسي هو ده اللي لفت نظر الدكتوره لحضرتك، والناس كلها لفتت نظرهم ان انا بقف بشكل ايه ده، انت ازاي بتبيعي مناديل؟ ليه كده؟ انت خساره اصلا في الشغل ده. اقول لهم يا جماعه انا ده اكل عيشي، انا لقيت نفسي كده، وعايزه اثبت لناس كتير قوي مش كلهم بيبقوا تسول. ما فكرتيش تشتغلي بالمؤهل؟ إيه لا، ما فيش حد دلوقتي بيشتغل بالمؤهل. حاولتي؟ لا ما حاولتش بصراحه. بس انا دبلوم فني صنايع، هشتغل ايه؟ يعني انت قسم زخرفه صح كده؟ انت ما حاولتيش اصلا تفكري في؟ لا ما حاولتش. ولو هشتغل بقد ايه؟ ب 1000 جنيه؟ 1200؟ بيقول لك ثينك اوت اوف ذا بوكس، يعني فكر بره الصندوق. يعني اعتقد امل مثال حي لفكره فكر بره الصندوق. يعني معظم الناس اللي بتاخد دبلومات يا اما بتفكر انها تتجوز تقعد في البيت، تمام، يا اما بتفكر ان هي تشتغل اي شغلانه ملهاش علاقه بالمؤهل. ولو مثلا لو انت قسم زخرفه اعتقد مثلا الكوافيرات ومش عارفه ايه الكلام ده كله، زخرفه بوهيه والوان ديكور. فهي زي مهندس الديكور. فهي فكرت في حاجه حتى ثقتها بنفسها. احنا لما كنا بنتقابل وبنتكلم مع بعض عندها ثقه كبيره في نفسها وفي اللي هي بتعمله. بصوا يا جماعه، هي مؤمنه باللي هي بتعمله. يعني لما كانت بقول لها الفكره جات لك منين، قالت لي هواجس 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 هواجس. كنت بصحى من نومي على ان انا عايزه ابيع مناديل. هي كده عايزه ابيع مناديل. الحاح جوايا ان انا اروح. حطمتي كمان ان الاراء اللي هي بتعارض ده. بالظبط. يعني الناس بتنزل كتير يقول لك ايه ده مناديل، ايه يا ماما اتكلي على الله. لا انا بنزل معايا منتج زينه وايت فاين، حاجات منتج عالي، ما بنزلش حاجه شعبي. انا ما بنزلش منتج شعبي. تمام. عشان كده بربي زبون بيرجع تاني يطلبني. هي بالفطره سيلز او بيع. ليه؟ لان هي يوم ما حبت برضو تعرض منتج ابتدت تجيب منتج عالي الجوده عشان يبقى زبونه هو كمان ليفل معين او مستوى. بالزبط. معين. بالظبط. زياد في سنه كام؟ رابعه. بتساعد خالتك ازاي؟
زايدة بالصابون. بتعمل ايه؟ بشيل معاه صابون، وبكون حتى عاوز صابون بنتيله. يعني انت بتروح ترد الصابون للناس؟ احنا وماما. طب المذاكرة؟ المذاكرة تذاكر؟ شاطر؟ عايز تطلع ايه؟ مهندس. ما شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. ربنا يبارك يا رب. في جزء ما ينفعش نغفله أبدا، إن التعليم رقم واحد. أهي بتشتغل، ممكن نقول أمل بتشتغل شغلانة بعيد عن الجزء الأكاديمي اللي هي اتعلمته ودرسته، ولكن أعتقد الثقافة اللي هي اكتسبتها من خلال تعليمها طبعا على تصرفاتها وطريقة كلامها وحتى فكرها وهي بتشتغل على أعتقد إن أرض الشارع دي أصعب مكان للعمل، مظبوط كده؟ حقيقة فاكرين إن أنا واقفة في المناديل، إن أنا واقفة إيه، واقفة كده بتدلع. لا، هي واقفة ظهري وجعني، رقبتي وجعتني، إيه بقف في شتاء في حر إيه، بس أنا الحمد لله الحمد لله، يعني أنا قدرت إن أنا يعني أتحدى كل ده. جبتي أول غويشة بعد قد إيه؟ نقول بعد سنة أو سنة وسنة. اشمعنى غويشة؟ أنا كان نفسي ألبس غويشة، كان نفسي بصراحة إيه، هي طموحي إن أنا ألبس غويشة، لبست اتنين وروح وخلاص الحمد لله. لا لا، يجي غيرهم بامر الله، يجي غيرهم بامر الله. الحمد لله. انا طموحي بقى ان انا عايزه شقه عشان اتجوز فيها، عشان انا سني وصل ل 32 سنه. إيه، وعايزه محل او كشك زي ما قلت ان انا ابدا فيه ان انا اكمل. سالتك واحنا في الاعداد لما اتكلمت معاكي في ظروف خطيبك ودنيته ومش عارفه ايه وكده، قلت لي كلمة حلوة قوي لما قلت لك يعني معظم البنات بتدور على الجاهز اللي عنده وعنده وعنده، على خصوصا الأمل متعلمة. على فكرة يعني الأستاذ محمد سمير بيقول لي نفس الكلام اللي أنت بتقوليه في الإيربيس. نفس الكلام ده. يعني هي متعلمة، يعني ممكن إن هي تتارجت أو تبقى عندها مواصفات معينة. ما شاء الله يعني. قلت لي إيه؟ قلت لك أنا عايزة أعيش عشت أهلي، بابا الله يرحمه كان بيقول لي كده. يقول لي ما تبصيش لفوق عشان ما تقعيش على دماغك. لو هتاخدي واحد بيبيع فجل وجرجير قدام الباب وهيرعى ربنا فيكي عيشي. ما شاء الله. هقول حته كده او لقطه برضو ممكن ما نكونش ليها علاقه قوي بالحلقه، بس فيها اسقاط من كلام امل. نسبه الطلاق، احنا عندنا نسبه طلاق عاليه جدا، لان الاسس والمواصفات اللي احنا النهارده بنحطها لما بنيجي نختار لبناتنا غير الاسس اللي ربنا قال عليها والرسول صلى الله عليه وسلم قال عليها. جميل جدا يا دكتوره. يعني الكلمه اللي قالتها امل كلمه ابوها، حد قديم الله يرحمه، فاهم الدنيا، راجل فاهم، عاش الدنيا وشاف كل الاشكال اللي ممكن بني ادم يتخيلها. دايما الرجاله بيبقى عندهم خبرات لان احتكاكاتهم عاليه. فقال لك ايه؟ اللي عايش عيشه اهلك. يعني دي تتعارض مع طموحك شويه، بس هي ده خلاها تطبق الدين وهي بتختار. بالظبط. وانا متاكده ان امل وخطيبها هيوصلوا، ويمكن كمان 3 4 سنين نستضيفهم هنا بس في اطار تاني خالص ان شاء يعني الله، او اطار اعلى ان شاء الله. عايز ارجع للاستاذه ماجدة. استاذه ماجدة، انت عندك بسم الله ما شاء الله دول ولادك. تمام. اكتر من ولادي كمان، ربنا يبارك لك. طبعا مدارس ودروس وكتب ولبس واكل. الصابون مكفي طلباتهم؟ هو مكفي سد مشوار الاكل، بس يعني في حاجات هما بيطلبوها مني، ف بحاول ان انا يعني بشيل من فلوس الصابون وبحوشها لهم، اللي هما لو عايزوا حاجه بجيبها لهم، كتاب. تمام. عايزوا كتب، قلمه، عايزوا اي حاجه بجيبها برضو. تمام. بحوش من فلوس الصابون برضو. ماجده فين؟ ماجده فين؟ ماجده على فكره مثل، يعني انا استغربت المثل ده، مثل ماجده يعني الخاله قاعده على ولاد اختها. خاله طيب. والده دكتور. خاله والده. طب انت اتجوزتي لما قعدت مع، انت متجوزه؟ قالت لي لا. طب انت مخطوبه؟ قالت لي لا. طيب الام مامتهم ربنا يديها الصحه عايشه، بس يعني العيال دي عايزين نفس طويل وخدمه وصحه ومش، انت ناويه؟ قالت لي ناويه تتجوزي؟ قالت لي لا. فعشان كده بسالك ايه؟ فين ماجده؟ فين ماجده؟ انا يعني انا متوقع ان انا حياتي كلهم اللي هم دول الاربعه دول، مش عايزه حاجه غير هم يتعلموا ويطلعوا حاجه كويسه، يشتغلوا شغلانه حلوه، يتعلموا حاجه حلوه، يبقوا حاجه حلوه. عشان انا وانا صغير يعني طلعت، انا والدي متوفي وانا عندي 12 سنه، طلعت صراحه يعني اشتغلت كتير ودخت كتير، فعايزاهم، مش عايزاهم يطلعوا في المجال اللي انا طلعت فيه. وتفضل المراه، انا متحيزه للمراه على فكره،
اشمعنى المرأة بقى؟ لأن من خلال تجربتي المرأة بتتحط في تحديات تخليها تبقى فعلا تساوي الراجل وأكتر، وتساوي الراجل صفة. ما يعني مش قوي كده؟ لا مع احترامي. لا لا مع احترامي والله، يعني فكرة الرجولة، يعني التضحية، يعني الوفاء، يعني المسؤولية، القيم دي رجولة قيمة على فكرة. أكيد طبعا. مش بالظبط، مش نوع في الطاقة، مش الذكورة. تمام. مش إيه؟ مش ذكورة. يعني هي مش نوع في الطاقة. الرجولة للأسف أنا شفت ستات كتير مع ارتفاع نسبة الطلاق، لما أمل اتكلمت في المقاييس اللي هي اختارت عليها، مع ارتفاع نسبة الطلاق للأسف معظم الرجال، إن ما كانش كلهم إلا من رحم ربي، كله بيشيل إيده. أهو زوجته ماتت، يقول لك شال إيده وراح قعد في الصعيد، ساب 4 عيال، مامته مش موجودة، يعني حتى ما فكرش إن هو يسبورت، يبقى موجود، يدي حنية الأب. تمام. لا شال. معظم الحالات اللي عندنا كانت حالات بتشتغل في البيوت ومتمرمطه ومتبهدله، ومع الوقت ظهرها بيوجعها، والعيال متسابين في البيت ومفيش رعايه، بس هي شايله المسؤوليه وتطلع وتتمرمط بره، وفي اللي بيسيقوا سلالم، وفي اللي بيشتغل تشتغل جليسه يتهد حيلها عشان تشيل وتحط في حد تعبان وتنظف عشان تشيل بيتها. ففعلا المراه بتتحط في مواقف انا اعتقد ان هي بتسد فيها بنسبه 99% والتقصير 1%، الرجال العكس بالظبط. خلي بالك كده مش هينفع. كده انا مروان غضبان عليا. انا كده مش هينفع. لا دي حقيقه طبعا، احنا عندنا هي امثله حيه، ارتفاع نسبه، احنا عندنا مطلقات في الجمعيه على فكره. انا والدي رحمه الله توفي وانا في ثانيه ثانوي، امي كانت الام والاب والاخ والصديق وكل حاجه بالنسبه لنا، كانت هي امي. فمصداقا لكلامك سبحان الله، يعني بيتحطوا في تحديات وفعلا بيقدروا يعدوها. انا امل بالنسبه لي كانت مثل غريب جدا، والحماسه اللي هي بتتكلم بيها والاصرار والعزيمه اللي هي بتتكلم بيه، وانا النهارده معيش حاجه بس انا بكره معايا كذا، وراس مالي عمال يطلع وينزل. انت مش قلت لي كده؟ راس مالي يطلع وينزل. طب لما ينزل ما بزعلش، ما هو ينزل عشان المصاريف، بيبقى بند المصاريف عالي، لان هي برضو شايله طفلين ولاد اخواتها ولاد اختها، فده تقيل. طب انا بكمل، طب والله انا اتخطبت النهارده، فانا عشان اجيب جزء من شواري قبل، يعني هي بتقولي اجيب جزء من شواري قبل ما الحاجه تغلى، رحت بعت الغوشتين اللي هم اصلا كانوا منتهى حلمها. صح كده؟ يعني انت اشتريتي غوشتين وبعتيهم خلاص راحوا، وهيجي ان شاء الله هيعوضك ربنا عنهم ان شاء الله باحسن واحسن ان شاء الله. هيجي غيرهم اللي تقدر بفضل الله وتتحدى بقى. انت اخواتك قالوا لا في الاول وما ينفعش، والمجتمع نفسه مش سهل انه يتقبل النماذج دي. في اللي رفضني، في اللي قبلني ان انا اكمل. وبعدين ايه، انا النهارده شغاله في دمنهور وانا بنت يومين، وجات لي اعاره بره، اعاره في اسكندريه. النهارده انا ساكنه في دمنهور، لقيت نفسي بتمرمط في المواصلات رايح جاي ومش عارفه ايه وكلام زي ده، فرحت ايه مقربه جنب سكني بوفر صحتي عشان اقدر ادي اكبر مجهود لشغلي. للشغل. مش ده اللي حصل؟ ده حقيقة. انا بدفع ايجار 500 جنيه بس، اهو الدنيا ماشيه الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. ربنا يعينك. عايز ارجع للعقبات او المضايقات اللي كانت بتقابلك، تمام؟ ما زالت العقبات والمضايقات شغاله ولا وقفت؟ لا شغاله. طب ازاي يعني، ازاي في واحد عنده نخوه وعنده رجوله يعمل كده؟ عادي يا استاذ مروان، ما انا واقفه في رمضان في عز الصيام، في عز اللي انا واقفه صايمه. طبعا في الحلو والوحش، قبيل وهابيل ما انا ما يعني انا مش متخيل اصلا ان في واحد يعمل كده. انا كنت في رمضان واقفه شغاله في المستشفى في سموحه، الراجل عنده حاجه و50 45 سنه واقفه. انت حكيت على الموقف ده؟ تمام. لف لي قال لي بس خلاص، فبصيت له قلت له مش هقدر ارد بصراحه، فاخدت بعدي وانا بقعد، ببقى قاعده هناك في سموحه فطار رمضان، بفطر في مائده، بفطر في الشارع، بفطر مع ناس في عزب السعد في سموحه، في القهوه، في اي حته، انا بفطر في اي حته وبقعد مع اي حد. ربنا يبارك. الناس كلها بقت عارفيني هناك، ان لما انا كلهم بقى عارفيني. لا وانت لمده لا اسكندريه كلها عارفيني، مش حد ما يعرفنيش هناك. حكيت لي في الاعداد امل، حكيت لي في موقف كده، ان هي وهي واقفه في الشارع جالها ظابط يشوف الموبايل، فقالت له ايه انت، هو جاي لها في الشارع، خد الموبايل، قلت له ايه انت باي حق ايه؟ قلت له انت تمسك تليفوني ليه وتبص في الباسورد وتفتش في الواتس بتاعي والفيس؟ قال لي ميم عادي يعني افتش فيه. قلت له انا حقي ان انا امسك تليفونك؟ قال لي انت ماسكني بحاجه؟ قلت له انت كنت ماسكني بحاجه اصلا؟ فانا لمضتي دي قعدني من الساعه 8 الساعه 2 بالليل.
في عنده في في المكتب. وقال لي لو همشيكي من هنا لو مش همشيكي وهحبسك هحبسك عشان لمطتك. قلت له انا بتلمش في الحق. تمام. ربنا بيثبت الحمد لله، لانها في الاول وفي الاخر نازله تسعى على اهل بيتها. بس هقول لك حاجه، دايما يعني انت يعني عمل والدك الصالح، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. بابا قالها لي قبل ما توفى، كان دور برد سخونيه، قال لي روحي ربنا يستر لك دنيا واخره، وانا ماشيه بدعوه ربنا يبارك لك. دي صورته؟ اه ده صورة بابا الله يرحمه. يا ريت الكاميرا تقرب. ده صورته وانا معاه انا بابا بس. كانوا يفكروها ايه؟ كان ماما، كانوا مفكرينها ماما. حد يقرب بس. الله يرحمه، واضح انه كان مثل اعلى وعرف يربي. يا جماعه العيل امانه، فاللي اللي يخلف ويجيب منتج بالمنظر ده. تمام يا استاذ محمد، تمام ماشي ماشي يا فندم ماشي. لا 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 اتفضل كمل كمل. امل من الحاجات اللي انا احترمتها وانا بتكلم معاها، بتقول لي انا دي صوره ولا صوره مين يعني؟ توقعت خطيبها مثلا ماما، مش لا ده صوره بابا. عندما يكون الاب مثل اعلى عرف يربي. هي لما جت تختار خطيبها، معلش يعني في الاول وفي الاخر الاب قال كلمتين كان ممكن تنفذهم او لا، بس هو ما قالش، هو غرس. فاحنا اولادنا امانه، عمالين نحط ونزرع، عمالين نحط ونزرع. عشان كده كنت بقول لكم ايه، زياد صح وسهر، اهم حاجه في اولادنا تعليم القران، الاخلاق، ازاي نخليهم يشوفوا الزاويه الصح من الحياه. الفلوس مش كل حاجه، ولو عايزه اوصل لها اوصل لها ازاي؟ اهي بالكفاح وصلت، واهي بالكفاح قادره تغطي. تمام. اللي يمكن ما يعملوش راجل. انا متحيزه. طيب متحيزه برضو. طيب يعني اخر سؤال لحضرتك، طموحك ايه الفتره اللي جايه؟ طموحي اللي انا نفسي اوسع الشغل بتاعي ان شاء الله باذن الله، وبس. والولاد والولاد بس نفسي اعلمهم يعني يطلعوا حاجه حلوه في الدنيا. بس يا رب ان شاء الله ربنا يبارك لك فيهم. يعني ايه ده ربنا ان يبارك لك فيهم على طول بدعي، وهو ربنا يعني صراحه واقف معايا في كل حاجه ان شاء الله. الحمد لله ان شاء الله. استاذ زياد، انت قلت حضرتك هقول لك يا باشمهندس زياد بقى، نفسك تطلع مهندس صح؟ ماشي يا باشمهندس. دكتوره سهر صح؟ ان شاء الله ان شاء الله. استاذ امل، نفسك طموح حضرتك ايه؟ سيدة اعمال ان شاء الله. ان شاء الله نفسي اعيش عيشه كويسه. يعني انا كنت عايشه في بيئه متوسطه، عايزه اعيش نفس العيشه، مش عايزه اطلع فوق. عيشه الكفاية يا ستي اطلعي فوق. لا لا انا حابه اعيش بالكفاية. لا عايزه اعيش عيشه متوسطه مستوره. ربنا يستر. ربنا يدينا الستر جميعا ان شاء الله. ان شاء الله. في حاجه ثانيه عايزه تقوليها؟ تمام. مشاهدينا الكرام، زي ما تابعتم في الحلقه، يعني موضوع شيق، موضوع مهم، موضوع مهم جدا للغايه. يعني كل واحده في دول ب 100 راجل. ليه؟ لانهم اختاروا السكه الصح، اختاروا الكسب الحلال. انا عايزه ازود حاجه، النقله من ان انا حد محتاج لحد بيدي. احنا عندنا المثالين دول فيهم النقله دي. يا جماعه العمل ثم العمل ثم العمل. الدعاء، يعني انا متاكده ان امل ابوها بيدعي لها، ندعي لعيالنا. العيشه بالضبط. بكرامه. احنا النهارده جمعيه، بس الناس دي قادره تعيش بكرامه واقفه بكرامه، انها بتشتغل وبتكسب. وده اللي اختاروه بالفعل، هم اختاروا يعني اختاروا كده بالفعل. بنصنع كرامه. بندي فرص ان الناس اللي هو الصح، ما بنعلمش الناس التواكل، قصه الشنطه وقصه الفلوس تطلع للمريض اللي مش قادر يشتغل. يعني انا ممكن اساعد ماديا لو مريض مش قادر يشتغل. تمام. واحد ست عندها عيال كتير وملخومه تشتغل من البيت. افتحوا للناس فرص ان هم يبتدوا يعيشوا بكرامه ان شاء الله. يعني مشاهدي الكرام، لا يسعني في ختام هذه الحلقه الا ان اشكر حضراتكم على حسن المتابعه. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.